أكثر من 1800 دراجة بخارية كهربائية تنتشر في شوارع العاصمة الألمانية برلين في محاولة لتقديم خيارات النقل الصديقة للبيئة. ويمكن حجز هذه الدراجات عن طريق تطبيق ذكي يتم تحميله على الهاتف الجوال، والذي يتيح لأي شخص يحمل رخصة قيادة استخدامه. يمكنك تحميل التطبيق والتسجيل فيه واستخدامه للوصول إلى أقرب دراجة بخارية. يوجد في صندوق كل دراجة الخوذة والمفتاح الخاص بها، ويمكنك أيضا أن تقودها حيثما تشاء طالما أنها داخل نطاق منطقة التشغيل، ويتم الحساب بالدقيقة الواحدة. شركة النقل إيمي هي أول من أطلق خدمة تأجير الدراجات البخارية، وبدأت مشروعها بإطلاق نحو 150 دراجة بخارية في صيف 2015 ببرلين. وقد لاقى المشروع نجاحا كبيرا، حيث وسعت الشركة نشاطها في 5 مدن ألمانية أخرى، ومن المخطط إطلاقها دوليا. وتبلغ تكلفة أجرة الدراجة نحو 19 سنتا للدقيقة، وتقوم الشركة بالمرور ليلا على جميع الدراجات لشحنها وتغيير البطاريات. برلين لديها أكبر سوق لاستئجار الدراجات البخارية، حيث يوجد نحو 1800 دراجة بخارية متاحة في شوارع برلين. خدمة تأجير الدراجات البخارية ليس الهدف منها منافسة وسائل النقل العامة، ولكن مع تخطيط كثير من المدن على حظر السيارات القديمة، فإن هذه الخدمة ستساهم في أن تصبح جزءا من وسائل التنقل بالمدينة.